السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعرف مع بعض ازاي تقدر تفتح جوجل كروم، يوتيوب، اي حاجة انت محتاجها على التاب بتاع الثانوية العامة. طبعا لو انت خلصت بقى الثانوية بتاعتك تقدر تفتح نفس النظام اللي انا هقولك عليه ده. كل اللي عليك بس بتدور على حاجة هنا اللي هي تطبيق جوجل كروم، وبعد كده بتخش عندك على الايباهات اللي انا هسيبها لك في الرابط اللي موجودة في التعليقات او الوصف. هتدخل عندك على اي اي بي من الايباهات دي، هيفتح لك الصفحة اللي قدامك دي كده. طبعا الصفحة دي خاصة بانظمة اللي هو تغيير البروكسي، او بيكون حاجة اسمها وكيل مجاني لاي جهاز. طبعا بيقترح عليك في روابط سريعة هنا، عندك دك دك دو جو، وعندك هنا جوجل، وعندك يوتيوب، فيسبوك، ويكيبيديا، ريدت، انستجرام، تيك توك، عندك تويتر، وعندك تويتش، وعندك ايمج يو ار. تمام. طيب دلوقتي انا محتاج ان انا ادخل على اي منصة من المنصات اللي قدامي دي. لو انا حبيت ان انا اروح عندي على جوجل، ممكن تضغط عليه يفتح جوجل وممكن ما يفتحش معاك، لكن انت هنا بتكتب هنا google.com google. تمام. وبعد كده بتروح عندك، ما تسيبش اي مسافات خالص، وتكتب هنا في النهاية .com. تمام. وضغط عندك على كلمة اذهب، هتستنى شوية لحد ما يتم اقلاع البروكسي. بعد كده بقى بيقوم فاتح معاك جوجل عادي جدا. تقدر تفتح اليوتيوب، وتقدر تبحث عن اي حاجة انت محتاجها. يعني مثلا انا لو جيت ابحث على ممكن نقول ترند اليوم، ممكن اكتب هنا كلمة ترند واضغط عندي على كلمة بحث، وبستنى شوية. زي ما انت شايف كده ظهر معايا الترند اللي قدامي ده. طبعا بيفتح معاك عادي جدا ويظهر لك كل الترندات اليومية. لو انت حبيت برضو ترجع وبتروح عندك مثلا على هوت ترند، بتشوف اي حاجة تبع الترندات برضو هيفتح معاك مفيش مشاكل. ممكن تفتح كمان الصور، ممكن تروح للصور كده هنا هنا، بس على حسب سرعة الانترنت عندك هيقدر يفتح الصور اللي انت عايزها بدون اي مشاكل. كذلك برضو الفيديوهات والاخبار. ترجع تاني للموقع الاساسي، او انت عايز تكتب هنا على جوجل يوتيوب هيظهر لك هنا في محرك البحث. بعد كده بقى بتروح عندك تفتح اليوتيوب زي ما انت شايف كده، هيبدأ يفتح معاك اليوتيوب هنا. ريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك فيها دلوقت. ضغط عندك على مزيد من المعلومات، وضغط عندك على قبول الكل. تستنى شوية لحد ما يبدأ فتح المحتوى معاك. بتروح عندك على الاكسبلور، ونشوف بقى الترندات الخاصة باليوم هنا. زي ما انت شايف كده الترندات الرائقة اللي موجودة دلوقت. تقدر تفتح اي فيديو تحتاجه، على سبيل المثال ممكن افتح ريلز عادي، ممكن افتح اي فيديو من الفيديوهات دي هيشتغل معاك عادي بالشكل اللي قدامك كده. كده ترجع ورا كده خطوتين، يبقى انت كده شغلت جوجل وشغلت يوتيوب، وتقدر تشتغل على اي منصة تانية انت محتاجها.